السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني. استخارة بالقرآن الكريم لأصحاب هذا الأحرف بفضل الله تعالى. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. استخارة بالقرآن الكريم، هنبدأ بهذا الأحرف الأول ثم ثاني القراءة الثانية لباقي الأحرف. هنبدأ بالاستخارة الأولى، حرف الألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والزال والراء والزين والسين والشين والصاد. هذا الاستخارة الأولى، ثم بعد ذلك نبدأ في الاستخارة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المطففين، بسم الله الكاشف. تمنى من أخواتنا في الله طاولة الاستخارة الأولى يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد فضلا وليس أمرا. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المطففين، ويل للمطففين. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بسم الله. أشوف عندكم هنا في أشوف عند البعض في فرحة، فرحة في بيتك بإذن الله، شفا في فرحة في بيتك بإذن الله. أرى هنا إنك قلقان، أرى قلقان على شخص من دمك، أو هذا الشخص أراك قلقان على شخص من دمك، أراك قلقان على شخص مريض من عائلتك. عندك هنا حسد شديد من المقربين، هذا حسد شديد من المقربين مؤثر على حياتك كلها، على رزقك معطل، عندك تعطيل في الرزق. أرى في نفور ما بينك وما بين الشريك، في نفور بينك وما بين الشريك، بتفكر في الانفصال. بسم الله الرحمن الرحيم، بتفكر في الانفصال، مطايق أي شيء. حصل نفسك جيد بفضل الله تعالى، حصل نفسك جيد. يوجد هنا امرأة معها بنت تريد تأذيك بأي طريقة، شكلها مثل الثعبان. هذا الأنثى تريد تأذيكم بأي طريقة، شكلها مثل الثعبان، جاية تلف حواليك حتى تلدعك، جاية تلف حواليك حتى تلدعك. ولكن بأمر الله ربنا يحفظك ويناديك منها، يناديك منها، لأن كثيرا هي أزياكم وهي الذي عامل لكم هذا السحب والعراقيل اللي في حياتكم، وأراكم مصدومين، وفي منكم بيحاول يفك هذا السحر، وفي منكم محتار مش عارف إيه هي الإصابة اللي عنده. إن شاء الله بإذن الله كل حاجة هتنفك عنك بقدرة الله تعالى. أراك هنا بسم الله الكاشف، اللهم صل على الحبيب المصطفى. الحظ هيكون معك، هيغير مصير حياتك، هيغير مصير حياتك للأحسن، أبشر بالخير. في شيء جميل قادم، في شيء جميل قادم، وأرى تعويضات إلهية قادمة، خير واسع إن شاء الله بعد تعب عانيت بيه كثير. مش شرط أحكي على التعب لأنك أنت عارف إيه اللي عانيت بيه، لأن أنا شايف إن أنت تعبت وعانيت كثير من أتعاب كثيرة تعبت منها، ومن أمراض ومن كلام وأشياء كثيرة تعبت منها. إن شاء الله شاف في فرحة واسعة وأفراح ونعم. هناك أخبار جميلة ستلقاها بفضل الله، سيكون الفرح قريب بفضل الله تعالى. قول إن شاء الله، كله بيد الله، الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في بركة في الرزق، في بركة في الرزق، وترقية تخص عملك، ونجمك يلمع في العمل إن شاء الله. أرى العثور هنا على شيء مفقود بقاله شهور، واستعد بحصولك على هذا بفضل الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلط. بسم الله الكاشف، اللهم صل على حبيب المصطفى. هنا في شخص انت بتحبه، ارى في شخص انت بتحبه، هذا بيزداد غلاوة عندك، تدوم محبتكم ان شاء الله.
لأن هذا الشخص أراك أنت بتحبه جدا، تزيد محبتكم إن شاء الله وتدوم بفضل الله تعالى. في مواجهة مع غريب يريد أذى ليك، لكن ربنا معاك وهينصرك عليه بأمر الله تعالى. أنت هنا ندمان على فضفضة قلته، أنت معاك حق، خلي بالك من كلامك، خلي بالك من كلامك، وبلاش تظهر اللي في عقلك واللي في قلبك على لسانك، بلاش تظهر كل اللاذع هذا على لسانك وهذا تظهر على اللي في قلبك وهذا. بسم الله. في مفاجأة حلوة غير متوقعة، مفاجأة حلوة غير متوقعة، وهدية قيمة قريبة منك، هدية قيمة قريبة منك من شخص غالي عليك، من شخص غالي عليك، مش من بردك، مش من بردك. في استلام ورقة أو وثيقة حكومية مهمة تخص مجال العمل أو الرزق، تخص مجال العمل، لأن أراك ماسك ورقة أو وثيقة حكومية تخص مجال العمل أو الرزق. عندك نادر ولازم توفيه، في رؤية بسم الله الكاشف، في رؤية أرى، في رؤية شخص بيتكرر معاكم في المنام، في رؤية شخص بيتكرر معاكم في المنام. أمورك خير إن شاء الله، إن شاء الله في أخبار حلوة خلال ساعات، خلال ساعات بفضل الله تعالى أخبار حلوة. أبشر بالخير، أبشر بالخير. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لم أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. في أموال غير متوقع قاد مليك بإذن الواحد الأحد، في أموال غير متوقع قاد مليك بإذن الواحد الأحد. بسم الله الكاشف. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. لديك بشرى وفرحة خلال أيام قليلة، شخص يحبك ويراقبك عن قريب، وأرى برضو كذلك كمان في شخص نادم على فراقك، في شخص نادم على فراقك. بسم الله الكاشف. هنا أراك فقدت مال أو اتسرق منك أو اتسرق أو سرق معاك، لكن في خير، لكن في خير بفضل الله تعالى، لأن أرى في إشياء سرقت منك مال أو حاجة انسرقت منك، في خير بفضل الله تعالى، في خير بفضل الله تعالى. أرى هنا انقلاب سحر على الساحر، انقلاب سحر على الساحر، لأن تعانيت كثيرا منكم، عانى كثيرا من هذا السحر بإذن الله تعالى وبقدرة الملك في انقلاب سحر على الساحر. في خروج شيء من بيتك، لأن هذا مع الشر والعين والحسد، خروجه من بيتك إن شاء الله. في مبلغ كبير وفكر بشديد إن شاء الله، قول إن شاء الله. بسم الله الكاشف. في عتبة جديدة فيها راحة ليك، في عتبة جديدة فيها راحة ليك. الحبيب هنا محتار وغيران، مشتاق ليك، مشتاق ليك حبيب، أراه محتار وغيران ومشتاق ليك. بسم الله الكاشف. أنت إن شاء الله على موعد مع ضحكة بفضل الله تعالى، أبشر أبشر. أرى في حضور مناسبة وتجمع عائلي، في حضور مناسبة وتجمع عائلي. بسم الله الكاشف. في رجوع هنا للمنفصلين، في منكم في رجوع قريب خطوة، وفي رجوع قريب بفضل الله تعالى، في رجوع للمنفصلين ما بينكم وبين هذا خطوة. بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق. اللهم صل على سيدنا. أنت على موعد بفرحة بفضل الله تعالى، أبشر بالخير، أبشر 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 أبشر، لأن في تغير جذري وقرارات راح تاخدها، هذا القرارات هتعلي من شأنك بفضل الله تعالى، هتكون ضربة حظ معاك في المال. أرى منكم هنا بيكون في لقاء مع الشريك،
مع حبيبك في لقاء عن قريب، في منكم منتظر هذا اللقاء أو منتظر منه مكالمة هاتف إن شاء الله عن قريب في لقاء ما بينكم بفضل الله تعالى. أبشر بفضل الله، في نجاح وأخبار حلوة هتلقاها بفضل الله تعالى. بسم الله الكاش. في امتلاك شيء جديد، شيء جديد أو شراء شيء جديد، لأن فيك رقبة توثق على عقد أو بتمضي على عقد نقلة من مكان لمكان، أو اشتريت منزل أو شقة، رقبة تشتري إشي وتوثيق عقد وامتلاكه. هنا في حبيب عايز يردع لك، حبيب عايز يردع لك ويصالحك، وكان ما بينكم هذا المشاكل هي الطرف الثالث. إن شاء الله يخرج هذا الطرف الثالث وهيكون هتردع أنت والشريك بفضل الله تعالى، لأن الحبيب عايز يردع لك ويصالحك. للبعض هنا راقب الطالب بكل مستحقاتك القديمة، في انتصارات قانونية في المحاكم، انتصارات تخصك أو تخص أحد من دمك لأنها راقب في المحاكم، في إن شاء الله في براءات بفضل الله تعالى أو تأدل الحكم. لأن أراك في المحكمة أرى فيه لا إما تأديل الحكم لا إما في براءة إن شاء الله. في نجاح مهني وأموال راح تنسيك الماضي والتعب الذي مريت به. هنا في ناس هتدخل حياتك هتأثر عليك بالخير وبتكون سبب في نقلك لمكانة عالية لشغلك وحياتك. للمبتعدين في تخاطر أو تواصل روحي أو سحر جلب الحبيب، في سحر ما بينكم جلب الحبيب، في منكم عمل للثاني سحر بجلب الحبيب كي يردع أو طاعة. بسم الله الكاشف. بينكم هرى في زواج في زواج او شخص حابب يتواصل معاكم ويتم زواج ان شاء الله. للبعض هنا الرقم ابتعد عن الشريك بسبب سحر اسود، بسبب سحر اسود قام ابتعد عن الشريك، هذا سببه اخواتي في الله سحر اسود. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من هذا السحر، واسيب لكم في صندوق الوصف علاج السحر ان شاء الله وداخل القناة. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف، اللهم صل على الحبيب المصطفى. اشوف هنا قلقان انت على شخص مريض من عائلتك، قلقان على شخص مريض من عائلتك ان شاء الله هيشفى عن قريب بفضل الله تعالى، هيشفى عن قريب. ربنا هيعطيك الخير من وسط الازمات، ربنا يعطيك الخير من وسط الأزمات. هتلاقي الحلو طلع لك فجأة، هتلاقي الحلو طلع لك فجأة، ما تقلقش ربنا مش هيخذلك وهيقف معاك وهيحقق لك كل ما تتمنى. هتنصدم من الفرحة، هتنصدم من الفرحة. لسه في واحدة ست هي ماسكة عليك أو لافة حواليك، لف حواليك هذا الست او بتعلم عارفة اخبارك او عارفة عنك كل حاجة هذا الست ومرقباك، وهي الذي مسبب لكم هذا القلق وهذا التعب وهذا السحر، وهي من دمكم انتوا عارفين منكم عارفها بس حابب يتأكد. ارى هنا انت بتدور على شيء او هي بتدور على شيء يحرق دمكم، هي بتدور على شيء يحرق دمك، عملنا لكم سحر الوقف الحال والعراقيل كتيرة في حياتك، لكن إن شاء الله تتغلب لأن في قلب سحر على الساحر، لأن في خير إن شاء الله هيجي لك، هيغير حياتك فوق ما تتوقع، هيغير حياتك فوق ما تتوقع. أرى في سفر أو أنت بتتمنى إنك تسافر او حابب تسافر او بتفكر في السفر، في سفر، ومنكم برضو كذلك الامر عارف هذا الست اللي عملت ليه طاقة السحر وبيحاول يفك السحر، في منكم بيحاول كثير يفك السحر. ارى هنا البعض لسه حزين وكاتم دموعه، اراكم لسه حزين وكاتم دموعه.
كل أحلامك هتتحقق قريبة بفضل الله تعالى. ربنا يعوضك خير وسعادة ما كنتش تتوقعها. قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب. أرى عندكم تركيز بعلاقتكم العاطفية وتصليح أمور بينكم بإذن الله، وأرى في ارتباط، أرى عندكم ارتباط رسمي بإذن الواحد الأحد. أرى العمل عندكم توقيع ورقة تخص العمل ورزق خلال أيام قادمة إن شاء الله. بس احذروا من ناس محاطة من حواليكم رح يسبب لكم إزعاج، هذا الناس رح تسبب لكم إزعاج، احذروا من هذا الناس، احذروا من هذا الناس. لأن أرى في أيام فرحة وفي سفر، في سفر برضو كذلك الأمر، ثاني مرة أشوف سفر قدامي غير متوقع. امرأة بتكرهك وأنت مخدوع فيها، هتنصدم لما تعرفوها، هتنصدموا لما تعرفوها، هتعرفوها. في منكم عرفها، في منكم عرفها، في شخص غالي، في شخص أو في هذا شيء يخصك أو هذا تحصل لك هتغير مجرى حياتك لأنك أراك فرحان. أرى هنا في أراك مضغوط عاطفي ما بين شخص قديم وشخص جديد، في شخصين أمامك، اختر كويس. للبعض هنا ترسيم علاقة وقرار زواج، وقرار بتاخذ قرار زواج إن شاء الله، في قرار زواج إن شاء الله بفضل الله تعالى. هنا للمنفصلين، الشريك السابق أراه بيعيش أقصى حالات الندم، حالات الندم على فراقك. أرى بداية جديدة إن شاء الله، أرى بداية جديدة إن شاء الله، لأن أراك هتكشف كاشف أو هتكشف شخص على حقيقته. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف. أتمنى من أخواتنا في الله فضلا وليس أمرا أدعم الفيديو بيا اللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. أرى في مبلغ مالي بعد أيام، وشخص أسمر، شخص أسمر واقف في طريقك، خلي بالك، في شخص أسمر واقف في طريقك، شخص أسمر، أرى هذا الشخص واقف في طريقك. للبعض هنا تريد الارتباط ولكن العراقيل من أهل الذي تريده، العراقيل من أهل الذي تريده. في شخص يفكر فيك طويلة ويتأمل صورك، وأنت كذلك الأمر تشعر أن هذا الشخص بيفكر فيك أو بيراقبك. بسم الله الكاشف. أراك بتفكر في شراء شيء جديد إن شاء الله راح تشتريه بفضل الله تعالى. بلاش تفكير كثير، بلاش تفكير كثير، وغير من حياتك، لأن أراك تفكيرك لا يدعك تنام بسلام. اترك أمورك لله، اترك أمورك لله، لأن أراك خروج من فترة صعبة، خرجت من أو هتخرج من فترة صعبة، ألم وجراح وتعب ومرض، كل هذا راح يزول بقدرة الله تعالى. خروج من فترة طويلة صعبة، وأرى في حب جديد يطرق قلبك من شخص قريب منك. للبعض كلام كثير بيتقال عليك وانت عارف الشخص ده، بس انت مش في دماغك او تاركه او سايبه او انت مش فضيله. أرى في صلح وعتاب ما بين زوجين او حبيبين إن شاء الله، في صلح، هذا صلح هيكون عن قريب بفضل الله تعالى. في طاقة مال، طاقة مال قوية، هناك مبلغ يعني مالي ممتاز، أنت هذا محتاجه، محتاجه، راح تسد به الشيء. في تحقق إنجاز مميز بالعمل،
بتحقق إنجازات بالعمل كويسة. في خبر أو في حاجة حلوة هتحصل معك قريبة بفارغ هذا، أنت منتظرها، بتفكر فيها أو منتظرها بفارغ الصبر. راح تخرجك من زعل، أو الحاجة دي راح تحصل معك هتخرجك من زعل وهتفرحك بفضل الله تعالى. هناك شخص يحبك قوي، شخص يحبك قوي، لكنه أراه بعيد عنك، بعيد عنك هذا الشخص، في مسافة ما بينك وما بينه، هو بيحبك بس مش عارف يقرب منك ازاي. حاول لا تدور عليه او حاول تتواصل معاه واقتربوا من بعض، لان هذا الشخص يحبك. بسم الله الكاشف. اراك تستعد للقاء شخص او تستعد لحد، ان شاء الله في تواصل ما بينكم ان شاء الله عن قريب. انتوا الاثنين جاي لك فرحة من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد كل اللي عانيت بيه، لان حياتكم يا اصحاب ذات الاحرف منكم مر بسنين تعب، ستروا قدرة الله في تغيرات ما صبرت لاجله، ومن دعوات دعوتوها الى الله بفضل الله تعالى. كل شيء سيتغير في لحظة، لأن الله يريد ذلك. وفي ندم أشخاص ظلموك واستغلوك وقالوا عليك وكذبوا عليك، في ندم منهم، أراهم ندمانين، وستفادى بعوض الله في مبلغ مالي محترم أو كويس، قد تكون مكافأة أو هدية أو ردوع دين إن شاء الله. انتبه أو احذر من أشخاص تعتقد إنهم مقربين ولكنهم يفشون أو يفتشون أسرارك. لا تتمادى معهم بالفضفضة، لا تتمادى معهم بالفضفضة. استعينوا بالله واستعينوا بالله، ورددوا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فهو يعلم ما في صدوركم ويستجيب لكم بإذن الله تعالى. نادوا يا رب، نادوا يا رب، نادوا يا رب، وانزل فيها التعليقات. صلي على الحبيب المصطفى، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. هذا قراءة اخواتنا في الله، ما تنسوش اخواتي في الله تدعموا الفيديو باللايك، لان منكم كثيرا بيتفرج ولسه ما دسش على اللايك، فضلا ادعموا الفيديو باللايك. هنبدأ في القراءة الثانية، وسورة المطففين اقرؤوها على قد ما تقدروا بدون عدد، اقرؤوها على قد ما تقدروا ان شاء الله كل شيء راح ينحل معكم بفضل الله تعالى. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يسعدكم ويعطيكم حتى يرضيكم يا رب. هنبدا في القراءه الثانيه لاخواتنا في الله، حرف الضاد والطه والظه والعين والغين والف والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. اتمنى من اخواتنا في الله أصحاب هذا القراءة الثانية يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، وإن كنت لم تشتركوا في القناة فاشتركوا في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على الحبيب المصطفى. سورة الزخرف، آمين. بسم الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف، بسم الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. مالكم كده جمالكم قلقانين؟ شايفكم قلقانين وتعبانين ومحتارين. إن شاء الله لا تقلق، لا تقلق، لا تقلق، في تغير إن شاء الله وفي فرح بإذن الله تعالى. بتفكر في شيء؟ أراك بتفكر في شيء وعايز تاخد فيه قرار؟ إن شاء الله القرار ده هيكون في صالحك، أو القرار اللي هتاخده هيكون صح. أبشر بفضل الله تعالى.
لأن أراك امتلاك شيء، هتمتلك شيء أو نقلة من مكان لمكان أو توثيق عقد أو بيت أو في أشياء هتوثق عقده وامتلاكه، هم إن شاء الله يكون منزل. أرى هنا حبيب عايز يردع لك ويصالحك، حبيب عايز يردع لك ويصالحك، وخروط طرف ثالث، لأن الطرف الثالث هو سبب هذا البلاوي اللي حصلت ما بينكم، او المشاكل، او كلام اتقال وانت ما قلتوش، او اتقال في حقك كلام. فأرى هنا الحبيب عايز يردع لك ويصالحك، وندمان على الذي حصل او ما دار بينكم لأنه ظلمك. أرى هنا البعض أراك بتطلب بكل مستحقاتك القديمة، أراك بتطلب بكل مستحقاتك القديمة، في انتصارات قانونية في المحاكم وتحقق أمنيات. بسم الله كاشف. في نجاح مهني وأموال، رح تنسيك الماضي أو تنسيك التعب اللي فات. البعض هنا في ارتباط أو زواج من شخص من خارج دولتك أو شخص بينكم وبينه مسافات. بسم الله. في ناس خلي بالك دخلت حياتكم، أثرت عليكم بالتعب وبالحسد وتعبتكم، تعبتكم جدا. أرى هنا للمبتعدين في تخاطر أو تواصل ما بينكم أو بين بعض، في تواصل ما بينكم وما بين بعض، في شايف في زواج أو ردوع، زواج أو رجوع. بس أنا شايفك قلقان، أراك قلقان، لا تقلق، إن شاء الله في رجوع، في رجوع. خلي بالك من الناس زي ما قلت لك، إن الحسد من شديد من المقربين مأثر على حياتكم، يعني تعبكم في مصح، عملكم وقف في الرزق ونفور ما بينك وما بين الشريك، وتفكير بالتعب، وعندك تعب وزهق وكاره كل شيء حواليك. يوجد امرأة هي التي لف حواليكم، هي اللي حسداكم، هي اللي عملت لكم بطاقة السحر، ومنكم مصدوم لما عرفها، ومنكم لسه ما عرفهاش أو شاكك فيها. في صلح بينكم وبين الشريك ورجوع للمنفصلين، في صلح ما بينكم ورجوع للمنفصلين. ربنا إن شاء الله يعوضك على كل التعب اللي مريت بيه. أبشر 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 ولا تقلق، لأنه يكون في تغير في حياتك ومفاجآت كثيرة، لقاء بشريكك، في لقاء ما بينكم، في الامتلاك أو تتوثق عقد بفضل الله تعالى، تشتري إشي. وأرى هنا النجاح مهني، في نجاح في العمل بفضل الله تعالى، أكثر من الصلاة على الحبيب. شخص من دمك هيساعدك، أرى في شخص من دمك هيساعدك ماديا بفضل الله. وفي طريق سفر أمامك، طريق سفر خلال فترة قريبة، وأرى في رفقة، معرفة، أو مواقف هتخليك تعيد ترتيبك، ووجود أشخاص في حياتك هتكون سبب سعد ليك. أرى هنا في اختفاء شخص غالي عليك، وده مأثر على نفسيتك وبتشعر بالحزن، أراك بتشعر بالحزن لعدم وجوده. في تسوق وبداية تنظيم حياتك مرة ثانية بعد كسل الفترة السابقة. أراك هنا تكرر اسم قدامك كثير أنت جهلته أو بعدت عنه، لكن جواك انت بتحبه ومتعلق بيه، هو بيفكر فيك، وفيه رجوع الفترة دي بينكم، فيه رجوع الفترة دي بينكم. حافظ على رزقك، حافظ على رزقك الفترة دي، لانك هتكون ان شاء الله دي لك رزق مليح وامتلاك قريب بفضل الله تعالى. حافظ يعني على رزقك، وكن محافظ على التي يأتيك. أرى هنا خروج شيء من بيتك معه الشر،
ومعاه العين والحسد. وراقة بتنتقل من عتبة لعتبة، من بيت لبيت، امتلاك بيت وهتنتقل. أرى هنا الحبيب كان محتار، أرى شايفه محتار وغيران ومشتاق ليك، حيران ومشتاق ليك جدا. هذا الحبيب أرى محتار. عندكم إحساس، أرى في منكم عنده إحساس بالوحدة، حاسس بالوحدة، عندكم إحساس بالوحدة؟ ما تقلقش، في رجوع إن شاء الله بينكم قريب بقدرة الله تعالى. أشوف للبعض في فرحة في بيتك بإذن الله. في منكم قلقان على شخص مريض من عائلتك؟ في منكم أرى قلقان على شخص مريض من عائلتك؟ ما تقلقش، ما تقلقش، جاي لك فرحة من غير ترتيب، وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل معاكم في حياتكم بإذن الله تعالى. بقدرة الله سترى قدرة الله في تحقق ما صبرت لأجله. كل شيء سيتغير في لحظة لصالحك، لأن الله يريد ذلك. فلا تقل مستحيل، فلا تقل مستحيل هيأتي هذا. أراك ساكت، لا بتعاتب ولا بتلوم. أراك هذا الفترة والفترة مرت فيها زعل جواك مخليك ساكت، لا بتعاتب ولا بتلوم ولا بتتكلم بأي حاجة، عايش ببركة ربنا. أراك عايش ببركة ربنا. عليك كمية ضغوطات رهيبة، وفي نومك غير مستقر، ويمكن كمان بتفكر 24 ساعة. دمكم كان شغال، دماغكم شغالة ودون انقطاع. العين والحسد عليك بشكل بشع للغاية، لأن أراك هنا أنت بسيط ومرح ونظيف من جواك وطموح، طيبين جدا، عمركم ما تناموا شايلين في قلبكم غل أو حقد لحد، وبتقاوم وعارف إن ربنا بس اللي معاك، عارف إن ربنا بس اللي معاك. وهنا جيالك طاقة مال قوية، مبلغ مالي ممتاز، انتوا محتدينه ان شاء الله هتلاقيه عن قريب ديلك من حيث لا تحتسب. وفي تحقق انجازات بالعمل حلوة كويسة، في فرحة او في حاجة حلوة هتحصل معاك، انت منتظرها، انت منتظرها. في بشرة او سفر غير متوقع وصلح، أراك بتتصالح مع شخص غريب، امرأة بتكرهكم وأنتم مخدوعين، هتنصدموا لما تعرفوها، بس كن حذر. في شخص أو في شيء هيحصل معاك، في شيء هيحصل معاك هيغير مجرى حياتكم. استعد، استعد. للمنفصلين، الشريك السابق أراه يعيش أقصى حالات الندم على فراقكم، ندمان ندمان، ندمان ندمان. الشريك أراه ندمان على فراقكم في بداية أمل جديدة، بداية أمل جديدة إن شاء الله. في للبعض ترسيم علاقة وقرار زواج، قرار زواج. خلي بالك في شخص يفكر فيك طويلا ويتأملك، هذا بيحبك، فلا حذاري أن تخسر هذا الشخص. أراكم هنا داخلين على مشروع أو شراء بيت أو شراء شيء برضو بتفكر فيها وداخلين عليها تشتروها. بسم الله الكاشف، في حل مشكلة كبيرة، أرى في حل مشكلة كبيرة كانت مدمر حياتك وسداد ديون بفضل الله تعالى. وعندكم برضو كذلك الأمر في مريض راح يتشافى بإذن الله، بإذن الله. أرى في حلم صحيح تأخر، عندك حلم صحيح تأخر بس على وشك التحقق، على وشك التحقق، أبشر بيا الخير بسم الله الكشف. أتمنى من أخواتنا في الله دعموا الفيديو بيا اللايك فضلا وليس أمرا. هنا 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 رؤيتك للأمور اللي حواليك صح جدا،
وتوقعاتك فعلا في محلها، توقعاتك فعلا في محلها، إن شاء الله يتغير كل شيء في صالحك. عندك خبرين حلوين، عندك خبرين حلوين عن قريب، في طاقة إيجابية قادمة ليكم، إحساس بالقوة إن شاء الله. في اختبار هتمر بيه وهتختار الصح، في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك، واعتراف بالحب ليك، أو ربما صداقة أو علاقة عابرة تتحول إلى موضوع جد يعيد ليك الحياة. في زعل جواك وبتحاول تضحك وما ظاهرش ضيقتك لأي حد، صدقني ربنا هيفرحك إن شاء الله، ربنا هيفرحك إن شاء الله. في الأيام القادمة لديكم أحدث المفاجآت، لديكم قرار حاسم ستأخذوه ويكون هذا القرار جيد ليكم. أحاسيسكم عالية من هذا الأحرف، أحاسيسكم عالية، وراكم بتتنبهوا بأشياء أو تشوفوها في الأحلام وبتتحقق معاكم، أو إحساسكم بيكون صح، في إحساس بتحسوه وبيطلع صح. أحاسيسكم عالية، عندكم رجوع شخص من الماضي وأنتم في حالة يأس منه، وهذا الشخص صاحب جاذبية ولديكم انتصار ونجاح في أموركم. البعض هنا لديه مسؤوليات وحمل ثقيل على أكتافه، عليكم مسؤولية أطفال وبيات وأنتم لوحدكم شايلين هاي المسؤولية، قريبا جدا سوف تعثرون على توأم روحكم. أرى هنا في سحر وحسد من شخص يكرهكم، سحر وحسد معارك حياتكم من شخص يكرهكم ويتمنى سقوطكم. أموركم هذا إن شاء الله راح يزول هذا السحر، لأن السحر تعبكم جدا، سحر وحسد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من هذا السحر والحسد. دخل القناة أخواتي في الله، نزل لنا علاج السحر من قبل وعلاج الحسد، طبقوه وبإذن الله راح تشفوا من هذا السحر بفضل الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم منه بفضل الله تعالى. في قرار مصيري هيغير حياتك، استلام مبلغ مالي بعد أيام، في براءة من تهمة موجهة ليك، في براءة، في زواج للبعض منكم، البعض الآخر هيدخل في قصة حب جديدة، هيدخل في قصة حب جديدة. بسم الله كاشف. في شخص هو سبب معاناتك، غدر بيك وطريق صعب مريت بيه، ولكن أنت منتصر وهتخرج من معاناتك هذا بفضل الله. أرى تعب ومرض لشخص اعتدى عليكم بالكلام أو كذا، البعض منكم في شفاء من طاقة سلبية. البعض هنا أراك هتلاقي إن شاء الله بتوأم الروح، توأم روحك. خلي بالك في هنا سقوط أقنعة ومكالمة سرية هتنقذ حياتك. احذر من رجوع الماضي ولا تتمسك بأحبال جائبة أخواتي في الله، احذروا من رجوع الماضي. في قرار هتاخده هيكون صح. أرى هنا منافقين حواليك ويتمنوا خراب بيتكم، واحتفظوا لأسراركم وعين الله تحرسكم. في هدية ذهب، هدية للبعض، موعد غرامي، في موعد غرامي خلال أسبوع مع شخص يحبك. في شخص جديد مشاعره اتجاهك غريبة، هذا الشخص مشاعره اتجاهك غريبة، هو يحبك، هذا الشخص يحبك.
في هنا تجاهل يكشف نوايا الحبيب، وللبعض خروج من علاقة بألم نفسي وجرح، للمنفصلين في فرحة من شخص قريب منكم، في فرحة من شخص قريب منكم. أرى هنا هتتحسن معكم الأوضاع بفضل الله تعالى، في مقابلة قد تنقلك إلى مستوى جديد. هناك شيء تريده بشدة، لكن لديك أولويات أخرى جعلتك تنساه. تذكر ما تريده لعله يفتح لك باب خير. أرى برضو كذلك الأمر في اكتشفت السحر في بيتكم، اكتشفته، وامرأة من دمكم هي الذي عملت السحر، وهي تغير منكم، هي تغير منكم. في علاقة سامة هتخرجوا منها وهو اللي خسران، في علاقة سامة هتخرجوا منها وهو اللي خسران وندمان عليكم. البعض الحبيب متدسس عليكم بمساعدة امرأة وبتكشف معلوماتكم. في رجوع حق، رجوع حق ونصرة بعمل أرى، واستلام منصب أو ترقية. للبعض هنا حواليك ناس على هيئة شياطين، وهذا من دمك، خلي بالك، خلي بالك. هناك شيء ستجده، فقدته من فترة، ستجده إن شاء الله. البعض احذر من شخص يستغلك ماديا، احذر منه، هذا الشخص يستغلك ماديا. والمنفصلين كما قلنا في شخص هيطرق بابكم، هذا هيطرق بابكم، هذا الشخص يعني شخص كويس، او هذا الشخص كويس. بسم الله الكاشف. ومبلغ مالي برضو كذلك الامر، هيفك معكم قارب شديد هذا المال. استعدوا ان شاء الله، استعدوا، لا تقلق، لا تقلق، استعد للفرح والمفاجآت، عشان القلق واضح على ملامحكم ووشك. لا تقلق، ستفاجأ برزق غير متوقع، ومال كنت نسيته، أرى في مال كنت نسيته من أيام كثير، استعد ديلك. عندك عتبة برضو كذلك الأمر، أرى في عتبة جديدة، عتبة جديدة فيها راحة ليك واستقرار وفرح ورزق. في مقابلة أو لقاء أو مكالمة هاتفية مع الحبيب، وتوضيح أمور وعتاب بينكم، وصلح بفضل الله تعالى، في صلح. في فعل خير أنت عملته من فترة، رد فعله خير كبير ليك ما كنتش تتوقعه، خلال أيام إن شاء الله، خلال أيام. أراك هنا العثور على ورق مهم كنت فقدته، هتعثر عليه هذا الورق بفضل الله تعالى، هتعثر عليه. أنت بفضل الله تعالى على موعد مع ضحكة من قلبك. هناك شخص يحبك، احذر خسارته، هناك شخص يحبك، احذر خسارته. بسم الله الكاشف. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو ويا اللايك فضلا وليس أمرا. في انكشاف أسرار وظهور أشخاص على حقيقته وصدمة، وللبعض المقربين في نجاح كبير في طريقك، نجاح كبير في طريقك، في رسالة حلوة قوي هتديلك وهتفرح قلبك، رغم إن جواك زعل كبير وهموم كثيرة شايلها بقلبك، ربك عالم بحالك وهيفرجها عن قريب بإذن الله تعالى. هنا الغيرة، ربنا يبعد عنك اللي بيغيره والحاسبي. في فلوس هتجي لك، والمفاجأة انها تكون عن طريق شخص ما بينك وما بينه عداوة، في صلح هيكون ما بينكم وهيدي لك المال ده. في زيادة عائلية او زيادة في العائلة ان شاء الله، هيكون مولود، مولود بفضل الله تعالى. في خير كثير هيديلك وهيغير حياتكم فوق ما تتوقعوا.
إن شاء الله في علاقة جديدة حلوة مع شخص بتشعر معاه بالسعادة، وتطور علاقتكم للارتباط رسمي قريب بفضل الله. بسم الله الكريم. أرى هنا شخص عاوز يستغلك في عملك، وإن شاء الله ربنا يجعلك أنت تتفوق عنه. عندك سفر وتجمع صحبة حلوة هتخليك تعيد حساباتك، وأصدقاء جديدة هتدخل حياتك بفضل الله تعالى. زي ما أنت على الطريق المستقيم، أوعى تغير من طبعك أو صفاتك، لأنك هتتفاجأ قريبا جدا بناس بتقترب منك كلهم خير وسبب سعادة ليكم إن شاء الله. حاول الأيام القادمة تعالجوا نفسكم من هذا السحر، هذا السحر اللي عندكم، حاولوا تعالجوا نفسكم من هذا السحر بفضل الله. بسم الله كشف صلى الله عليه سيدنا محمد، لأن هذا في فرح دايركم عن قريب، في فرحة حلوة هذا هيكون فيها رجوع ما بينكم، بينكم وبين الشريك هيكون في رجوع، في رجوع ما بينك وما بينه. فحاول ان السحر هو الذي كان سبب ما بينكم، السبب اللي حصل ما بينكم هذا بسبب السحر، لان السحر هو الذي عمل معاناه ما بينكم او خلى في نفور ما بينكم. هنا هنا وما تقلقش، في انتصارات قريبه منك وحل مشاكل كانت بتسحب من طاقتك الفترة السابقة كلها، هتنحل بفضل الله، خلاص بأمر الله. أرى هنا في شخص في حياتك قريب منك جدا وانت بتحبه، لكن مش عارف تفتح كلام معاه، في منكم مش عارف يفتح كلام معاه، خليك دريء وفكر في أي حيلة وكلمه، لأن هو منتظر مكالمتك. أرى في منكم سداد ديون وورقة رابحة بتساعدك ماليا، في بشرة خير وورقة مش معروفة لكن هتنقلك نقلة السعادة والهناء إن شاء الله، إن شاء الله. في بشرة الخير والفرحة والمكافآت والمفاجآت كثيرة بانتظاركم فقط. تعلم تكتم أسرارك ولا تحكيها لأي حد، ليس الكل يحب لكم الخير، انظر للجانب الإيجابي في حياتك، استمتع باللحظة الحالية وانشر السعادة والبهجة، لا تقلق كل شيء سيكون على ما يرام. بسم الله الكاشف. في شخص مش غريب عنك، حد من نسب أو من أهل مركز معاكم في رزقك وبيحسب لكم كل شيء، خلي بالكم منه، خلي بالكم منه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم ويعطيكم حتى يرضيكم إن شاء الله. أسيب لكم دخل القناة جميع الأعدادات، خلصوا من هذا طاقة السحر والحسد، وحصن نفسكم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأكسروا من صورة الزخرف إن شاء الله كل شيء راح ينحل عندكم بفضل الله تعالى. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني وداخل القناة. جميع الأعداد من السحر والمس وأسرار القرآن الكريم، وأسرار القرآن الكريم داخل القناة بنزلها من قبل، وجميع الأعداد بفضل الله تعالى. وعالجوا نفسكم من هذا السحر بفضل الله كي تفتح معكم الأبواب المغلقة والحسد إن شاء الله. وبنفتح بفضل الله تعالى بس مباشر يوم ويوم بنفتح إن شاء الله لي الكشف وتشخيص حالتك إن شاء الله، وإن شاء الله حضر معنا البث ونشخص لك حالتك ونعطيك العلاج بفضل الله تعالى. والسلام عليكم.